بالمحاضرة الأولى بالماتلاب راح نعرف شنو الماتلاب بالبداية، فراح نعرف بس الواجهة مال الماتلاب، هي بالضبط مثل هاي الواجهة اللي راويت لك إياها، مثل هاي الواجهة اللي راويت لك إياها اللي هي هاي. هي بالضبط تشبه هاي. زين، خلي نشوف احنا ايش قلنا على هاي. ايش قلنا على هاي؟ قلنا هاي الكرنت فولدر. هاي شنو معناها؟ معناها اني وين منصب البرنامج، اني وين منصب البرنامج، اني منصبته وين؟ بس دي مكان بروجرام فايل، فولدر اسمه ماتلاب، الفيرجن اللي استخدمها 2012 A. من زين، لو تجي ان انا اقول لك بس دي، فحنروح نشوف بالحاسبه مالتي. نشوف بالحاسبة هاي دخلت، دخلت على السي. شوف أول شيء رحت هنا أنا على السي، اختاريت بروجرام فايل، بعدها رحت اختاريت ماتلاب، بعدها اختاريت 12A، بعدها اختاريت بن. هذا الماتلاب هياته، فتحته طلع لي هذا. خوش حكي. هاي اني هنا خازنتي. انت وين يعجبك تخزني براحتك، انت وين يعجبك تخزني براحتك. انا بالنسبه لي خازنتي بستي، انت بعد ما تحب تخزني بستي، لانه مو صحيح ترى بستي، بس انا المحاسبه عندي مقططه، فاذا تريد تخزني بالدي بالاي هذا بعد اصح وبعد احسن لك، بس حاول لا تحط على الديسكتوب. زين، هاي شنو هذا؟ هذا مكان الخزن مال ماتلاب. وين هاي؟ شنو هاي؟ الكماند ويندو. هاي الكماند ويندو، يعني اي شيء راح اكتب اني، مثلا اكتب اكس تساوي لي 1 2 3 4، اي شيء راح اكتبه اني وين راح اكتبه؟ راح اكتبه هنا بالكماند ويندو. اذا هاي حتعتبر لي مثل شنو؟ حتعتبر لي مثل الانبوت. اي شيء دا كتبه هنا اني دا كتبه وين؟ دا كتبه بالكماند ويندو. فالكماند ويندو حتعتبر لي مثل الانبوت. كتبت 1 2 3، ضغطت دست انتر، شو يطلع لي؟ طلع لي اكس تساوي لي الانسر 1 2 3، اعطاني الانسر. هذا اندل شيء يدل على انه، يدل على انه الكماند، هاي الكماند ويندو هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن انبوت اوتبوت. الكماند، اعيد، الكماند ويندو عباره عن شنو؟ عباره عن انبوت اوتبوت. مره تصير انبوت من جهه كتبت اكس تساوي لي، هل جيت من كتبت اكس تساوي لي، زين خلينا نقول 2 3 4 5، هاي انبوت. من ضغطت الانتر دا اريد النتيجه، ايش صارت عندي؟ صارت عندي اوتبوت. اذا الماتلاب هو شنو؟ الماتلاب عباره عن انبوت اوتبوت، عباره عن انبوت اوتبوت. زين، العفو، الكماند ويندو عباره عن انبوت اوتبوت. زين، منو عندي بعد؟ عندي هنا فتشي شنو اسمه؟ قلنا هنا فتشي اسمه الورك سبيس. هذا الورك سبيس ايش بيه؟ شكو كتابه كتبتها هنا، شكو سبيس، سبيس ورك سبيس تعرف يعني بيئه عمل. شكو بيئه العمل اللي كتبتها هنا راح تنكتب لي وين؟ تنكتب لي هنا هي وابعادها. يعني كتبت اكس تساوي لي 1 2 3 4، ينكتب لي الفاليو مالتها 1، مينيمم 1، ماكسيمم 1. انت ما عليك، انت عليك بس بهاي الاكس حتى ما تدوخ نفسك. زين، بعدها جيت ايش كتبت؟ بعدها انطاني الانسر، هاي تعتبر ورك سبيس. بعدها ايش كتبت؟ بعدها كتبت اكس سمول. اذا اول شيء كتبت اني الاكس كابيتال اللي هي هاي، انطاني الانسر، بعدين انا ايش كتبت؟ بعدين كتبت الاكس سمول. زين، فايش صار عندي؟ صار عندي هاي اللي هي شنو؟ ورك سبيس. من اجل اريد اكتب اقول انا مستخدمه الاكس، يصير ارجع استخدمها مره ثانيه، يعني انت تعرف انت تستخدمها مره اولى يصير متغير، يقول لك يا اكس فيهم. يعني هسه هاي من اول وحده الاكس سمول اللي هي ايش قد؟ اللي هي 2 3 4. زين، من اجل اريد اكتب فيكتور لاخر، مثلا اقول واي تساوي لي مثلا 5 4 5 مثلا 6، فمن حاجه اكتب فيكتور لاخر ايش حينزل؟ وين حينزل؟ حينزل هنا. أنا ارجع اقول زد تساوي لي 2 3 4،
وين تنزلت لي وين نزلت لي الزيت؟ هناني. خوش حكي، نزلت لي هنا. يعني هذا اندل شي يدل على شنو؟ يدل على انه مش اكتب هنا فيكتور، اسم فيكتور، انا ما راح اقول فيكتور لانه هسه اكتب فيكتور بعدين يجوز اكتب ورك سبيس بعدين اكتب ماتريكس. فاي اسم حسميه الورك سبيس اللي هي هاي 2 و 3 4 هذا الفيكتور مالتنا حسميه ورك سبيس. الورك سبيس اي اسم راح اسميها راح ينزل لي وين؟ راح ينزل لي هنا. هذا بيش يفيدني؟ هسه تقولي هذا بيش يفيدني؟ اقول لك هذا يفيدني اذا انت دا تشتغل برنامج كبير كان كلش وسميت الورك سبيس اكس وسميت واي وسميت زد، من دا ترجع تسمي اكس مره ثانيه انت راح تشيك هنا انا مسمي اكس؟ لا ما مسمي، عادي خلي اسميها واشتغلها. اذا مسميها لا ايش راح اسوي؟ اذا مسميها راح تتجنبها. فهمتوها؟ يعني بس مجرد حتى يذكرك شنية الورك سبيس او شنية تسميات الورك سبيس اللي مستخدمها انت. واضح؟ اسألي. اي يعني يقول لي اسماء الورك سبيس يعني هاي مو هذا الفكتر زيت 2 3 4 مو هذا الفكتور 2 3 4 مسميته اني زيت. هو يقول لي شنو هنا بالورك سبيس؟ يقول لي اسم هاي الزيت، يقول لي اسمها ترى انت استخدمتي حرف الزيت بعد لا تستخدمي مره ثانيه. حتى شنو مجرد حتى يذكرني بالاسماء اللي استخدمتها. فشنو اسم مالت الويندو؟ اسمها ورك سبيس ويندو، منطقه العمل. ورك سبيس معناها منطقه العمل. فمنطقة العمل شنو اسمها؟ انتي اشتغلتي بمنطقة العمل بأكس وبواي، أكس كابتل وأكس سمول وواي وزد. واضح؟ واضح طلاب؟ زين هاي اتفقنا عليها. إذن ايش صار عندي؟ صار عندي الكماند ويندو اللي هي عبارة عن المكان اللي أكتب فيه البرنامج، صار عندي الورك سبيس اللي هي حتى تذكرني الورك سبيس اللي استخدمتها اني شنية. بقت شغلة اخيرة عندي اللي هي شنية؟ اللي هي الكوماند ويندو. الكوماند ويندو شكو شي اني كاتبته من نصبت الماتلاب ومسيفته الى حد الان هو يكتب لي اياه، يكتب لي اياه بالتاريخ. عند اقول هيستوري اقول كوماند هيستوري، عند اقول تاريخ خلينا نشوف. شوف شو كاتب لي يوم 30/10/2020 بالعشرة 05، يعني بالعشرة وخمسة بالليل أنا كاتبة هذا البرنامج. يوم 12/10/2020 بالعشرة 35 الصبح أنا كاتبة هذا البرنامج. أي أن وهكذا يعطيني شنو؟ يعطيني التاريخ. فأنا ما عرفت أنه بالبداية بشهر العاشر، عرفت التاريخ أنه هذا مسيب لي من شهر العاشر. إذا كلش ينطيني ها يوم 27/2/2021 ساعة 12:30 12:29 دقيقة الظهر، زين أنا كاتبة هذا البرنامج. زين إذا هذا شو ينطيني؟ يعطيني الهستوري مالتي، شو وقت أنا كاتبة هاي البرامج وهذا التوقيت. إذا من تريد تعرف الهستوري مالتك شو بلا أناش مشتغل، تشوفها بالشنو؟ تشوفها بهذا التوقيت، تشوف التوقيت مالتها. إذا هذا شنو اسمها؟ أي بعد هذا تاريخ منين يمكن؟ يوم 6/3/2021 بالسبعة المساء 7:05 مساء أنا كاتبة هاي الكتابة. يعني شنو معناها؟ هاي يعني معناها هذا ينطيك الهستوري تاريخ الكتابة مع التاريخ الهستوري أو في الكوماند ويندو شكو شي كتبته هنا وين ينزلي؟ ينزلي الهستوري مالتي. زين خلينا نشوف يوم 16 اليوم يوم 20/21 ساعة بالتسعة وتسع دقائق الصبح أنا كتبت لكم هاي الكتابة اللي هي وينها؟ اللي هي موجودة هنا. إذا شكو شي دا كتبه أني هنا دا ينزل لي وين؟ دا ينزل لي بالكومنت هستوري. فإذا هي شنو اسمها؟ إذا هي تطيني الهستوري مال منو؟ تطيني الهستوري مال كوماند ويندو. واضح؟ أرجع واضح.
أرجع أحط النقاط الأساسية حتى نجي أول ما نجي من ماتلاب نفتحها أنتبه على شنو. أنتبه عندي أعرف أنه عندي 4 نقاط. أول وحدة وين متنصب الماتلاب؟ منصبتها أنا بالسي، هذا الـ 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 الامتداد مالته، الاكستنشن مالته وين منصبته اني الماتلاب بالسي. تروح على بروجرام فايل، تروح على ماتلاب فولدر اسمه ماتلاب، تختار فولدر اسمه 2012، بين هاي فتح لك شنو، فتح لك 2012 اي، فتح لك شنو، فتح لك الماتلاب. عندك شنو بعد؟ عندك بعد كوماند ويندو، هذا الكوماند ويندو اللي هو شنو، اللي هو المكان اللي راح اكتب بيه الانستركشن اللي اريده اني. كوماند معناها امر، ويندو معناها نافذة. إذا هاي إيش تعتبر؟ هاي تعتبر نافذة الأوامر. إيش دا أكتب آني خلال شنو اللي أريد أكتبه آني وين؟ شنو اللي أريد آني أكتبه بال شنو الأمر أو الإعاز اللي أريد أكتبه آني بالماتلاب؟ زين. بعدها شنو عندي؟ بعدها عندي الورك سبيس. بعدها عندي الورك سبيس. الورك سبيس إيش تعطيني؟ تعطيني آني إيش كاتبه أو آني إيش دا أريد أكتب بالماتلاب، شنو الاشياء اللي داري اكتبها اي بالماتلاب، ايش داري اكتبها انا. زين، شنو هي الاسماء اللي مستخدمها انا بالماتلاب؟ انا مستخدمه اكس، مستخدمه اكس كابيتال، اكس سمول، واي وشنو وزد، مستخدمه هاي الاسماء. زين، مستخدمه هاي الاسماء على منو؟ على المصفوفات. يعني هي مو الا احرف عادي، يعني هسه انا مثلا لو اكتب، لو اكتب مثلا student يساوي درجات مثلا 150 60 65 الى اخره. شوف نزلت لي هنا، ايش نزل لي هنا؟ نزل لي student. اذا اني بعد ما يصير استخدم كلمه student في work space، لانه اني هنا شنو، لانه اني هنا استخدمتها كتبتها، فمو الا احرف، يعني احرف كلمه شنو انت يخطر ببالك تسمي الانبوت مالتك. زين، الكومنت هيستوري شنو يقصد بيها؟ يقصد بالكومنت هيستوري انه شكو شيء كاتبه اني من نصبت البرنامج لحد الان وين ينزل؟ ينزل لي هنا بالكومنت هيستوري. شوف اخر شيء مو كتبت الستودنت، كتب لي ترى انت بالكومنت هيستوري، ترى انت كتبت ستودنت 150 65. زين، اذا هاي اساسيات الماتلاب اللي اخذناها وين؟ اللي اخذناها، اللي اخذناها هنا. فالماتلاب يعتبر شنو قلنا؟ قلنا الماتلاب يعتبر هاي ليفل لانجويج. ليش يعتبر هاي ليفل لانجويج؟ لانه هو ماتلاب عباره عن كالكوليتر متقدمه، يعني حاسبه متقدمه، زائد عباره عن برنامج اكتب بيه، يعني اكتب بيه البرنامج وبعدين انقله لهاردوير، اكتب سوفتوير وانقله لهاردوير. زين، زائد شنو؟ زائد هو عباره عن برنامج، زائد عباره عن برنامج اشتغل عليه، ابرمج بيه اللي اريده.